صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا استاذه اسماء، وصباح الخير على كل مشاهدينك، ونهار جديد النهارده. كل سنه وانت طيب. نهار جديد، انا عايزه ابتدي بنهار جديد النهارده. انا دايما احب نبتدي بالتفاؤل والخير، بما ان انا دخلت كده في الاول بتكلم على الحاجات اللي احنا بنستوردها، واحنا عارفين الاستيراد طال كل حاجه، احنا ما بنلومش يعني الزراعه بس، لكن احنا كان عندنا خبر حلو قوي قبل ما يطلع هوا كنا بنتكلم فيه، متعلق بمشروع كبير قوي تم التعاقد عليه، هنقوله النهارده حصريا وننفرد بالخبر الحلو ده على الصبح قبل ما نتكلم في اي حاجه. وحضرتك تعلن لنا على الخبر ده، وهنقول للناس اهميه الخبر ده واحنا قاعدين، ازاي احنا كلنا كمصريين هنستفيد من التطوير اللي بيحصل. اولا تفائلوا بالخير تجدوه باذن الله. والحقيقه انا عاوز اقول انه الزراعه في تقدم ليس في تاخر. وانا عندي الدليل، احنا كنا 40 مليون و20 مليون، والنهارده احنا 90 مليون وعدينا من 90 مليون، وما زالت المنتج الزراعي عمال يلاحق هذا التطور السكاني والكثافه السكانيه، وكل شيء متوفر. سيادتك بتنزلي بتلاقي البطاطس وبتلاقي القوطه وبتلاقي الخضار وبتلاقي كل حاجه متوفره. هقول لك الاسعار دي هنتكلم فيها بعدين يا سيدتي، شوفي قصه الاسعار دي نتكلم فيها بعدين، بس المنتج متوفر ولا يوجد سند للانظمه العالميه الى الغذاء. ولابد ان تعلمي ان الزراعه هي العمود الفقري للانتاج في مصر. طب واحنا تطورنا، احنا النهارده 8 مليون فدان، وبسياده الرئيس بيزيد المساحه النهارده 20%، هنبقى ان شاء الله 9.5 مليون فدان بمشروع المليون ونصف مليون فدان. تعالي مع بعض بقى نشوف بقى اللي يوازي مشروع المليون ونصف مليون فدان، وده فكر سيادة الرئيس. انشاء 100,000 صوبة زراعية على اعلى مستوى على 100,000 فدان. 100,000 صوبة؟ 100,000 صوبة زراعية. شوف يا فندم، سيادة الرئيس اوفد منذ يومين معالي وزير الزراعة دكتور حسام فايد، وزير الزراعة وصلاح الأراضي، برفقته مجموعة من جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع إلى 3 دول أوروبية، هولندا، المجر، أسبانيا. تمام. للإطلاع على أحدث النظم في مجال الصوب الزراعية التي تدار بالكمبيوتر. النهاردة الصوبة الزراعية هتبقى في مصر هنا تدار بالكمبيوتر، من ناحية العمليات الزراعية تبقى بالكمبيوتر، التحكم في درجة الحرارة، عمليات الري، عمليات المكافحة، ضبط درجة الحرارة. كل المنتج اللي هيطلع من هذه الصوبة هيبقى تصدير للعملة الصعبة، لأن احنا لينا ميزة تنافسية كبيرة جدا في بعض المحاصيل اللي نقدر ندر منها عائد لمصر بالعملة الصعبة كبير جدا. تخيلي بقى هذا المشروع العملاق 100,000 صوبة بتشارك فيه وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعية وأجنحتها المختلفة. النهاردة وزارة الزراعة بتعمل كخلايا النحل التي لا تهدأ في هذا الموضوع العملاق، وعلى رأسهم معالي الوزير اللي النهاردة كل يوم، ويمكن النهاردة بعت لي مجموعة من الصور، حاجة تفرح. رئيس تحرير البرنامج اتفرج معايا على هذا كأنهم داخلين غرفة عمليات مركزة من التعقيم وهم داخل الصوبة. ده فكر الرئيس بقى. النهاردة ننطلق بمصر إلى آفاق رحبة، مش للإنتاج المحلي تعقدنا وللتصدير. تعقدنا يا فندم؟ خلاص تعقدنا. مش تعقدنا، احنا اللي هننفذ. احنا اللي هننفذ المشروع كمصريين. يعني المشروع هيبقى مصري. احنا بننقل بس تكنولوجي، خبرة بس. طيب احنا عايزين نقول انه يعني انفراد لنهار جديد، انشاء 100,000 صوبة على اعلى مستوى اللي بتدار ب يعني كل التقنيات الحديثه المتعلقه بالزراعه على مساحه 100,000 فدان، وفقا طبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه. ويعني زي ما قال لنا دلوقتي الاستاذ عيد حواش انه بالفعل توجه يعني الفريق القائم على يعني على هذا العمل، وهو طبعا بدءا من وزير الزراعه ومعاه كمان الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. احنا مش هنستعين بالخارج، احنا بناخد بس التقنيه الحديثه الخبره اللي هم بيعملوها، ولكن التنفيذ هيبقى تنفيذ مصري خالص زي كل المشروعات القوميه اللي الدوله بتعمل عليها دلوقتي.
اللي احنا بنستعين بالخبرة الأجنبية، ما قلناش حاجة، ده يعني اطلبوا العلم ولو في الصين زي ما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال، ولكن المشروعات مصرية خالصة. في نقطة مهمة جدا.